اسمي مارون شليب، عمري 13 سنة وبصف البرفي. وقتها صرت ناصح أنا، بطل فيني أتحرك أول شيء، وثاني شيء صرت غير عن رفقاتي، أنا ما أركض بساعة سبور، إذا بدي ألعب باسكت يعني بضلي واقف محلي كرمال شوط. صرت أقعد بالبيت ألعب وما أتحرك، يعني باكل بقعد. اسمي كريستال بيدروسيان، أنا اختصاصية تغذية. اليوم شفنا مارون وأخذنا له وزنه، وزنه 108 كيلو وطوله 1.70 متر. مارون عنده تقريباً 38 كيلو من الدهون الزيادة، بدنا نجرب نساعده حتى ينزلهم. بما انه نحن بدنا نجرب نغير له طريقه حياته، يعني في قصص منا ممنوعه عليه، يعني مثلا البطاطا المقليه بدل ما نمنعها بدنا نجرب هون ندخلها باكله بس بطريقه صحيه، لما عم نستعمل اكيد مقليه الاكتيف فراي. في ملعقه صوصه رح نحط فيها ملعقه الزيت، يعني رح نقدر نقلي البطاطا بملعقه واحده. فينا نستعمل لها حيلا زيت ولا على زيت معين؟ ايه، الحلو بهالماشين انه فينا نستعمل حيلا زيت. نحن رح نستعمل اليوم زيت زيتون، نكون حطينا البلعه. هيك خلصوا بطاطتنا. عم بقرا شو ما هيك؟ مثل البطاطا العادية؟ ايه اكيد. طيب حاطت هدف براسي انه انزل 3 اشهر وزني. نزلت لل 95 94، صرت نازل يعني تقريبا 13 كيلو 14. اشي ما كنت اعملها صرت اعملها، مثل يعني ما كنت اركض بساعة سبور، صرت ما بركض، العب باسكت برا ووقف حد رفقاتي وهن بطلوا يتزنوا خالي. مارون زادت الثقة بالنفس عنده أكتر، كتير تغيرت حياته عن قبل، كان ضد الرياضة، هلا صار عنده الجيم كل يوم الساعة 7 عشية لازم يكون مارون بالجيم، صار إنه واحد تاني. أكيد ما حدا بيقدر يوصل للمطرح وصل مارون بلا إرادة، فمن بعد كل هالإكسرسايزز وأكيد متابعة ورتم معين حتى وصلنا إنه تحسن نفسه، صار في يعمل إكسرسايزز مثل المعدة وبوش أبس، صار يضاين يعني، صار عنده إنديورنس منيحة. كنت ألبس طاية 42، كانت أكبر من تبع بي تقريباً 38، أنا هلا صرت أصغر منه برقمين، وأنا 36 و 38، كنت ناسي صرت ضعيف. حتى نتأكد أكثر من نوعية تبع الكيلويات اللي نزلون، عملنا التيست وشفنا أنه زاد كيلوين من العضل ونقص 15 كيلو فاصلة 6 من الدهون، يعني النوعية اللي نزلها كتير صحية. وقتها بلشنا بالأكتيف فراي كلنا بالبيت تشجعنا على رجيم مارون، زيادة أكثر كلنا ناكل فيها لأنه نفس الطعمة ما بتتغير أبداً عن غيرها. نفسياً بديك تشجعيه ونفس الوقت ما فيه لوحده، العائلة كلها لازم تمشي معه لتشجع الولد أكتر. أكتيف فراي أكيد مش بس مارون قدر يستفيد منها، كل الأشخاص إن كانوا أولاد أو مراهقين أو حتى الكبار بيقدروا يستفيدوا كتير من أكتيف فراي، خاصة الأشخاص اللي ما بحبوا ينحرموا من أنواع معينة من الأكل. بنصح الشخص يلي بده يضعف يعمل سبور، يأكل أكل هيلثي، ما يستسلم. كنت اركض ورا البنات وهلا صرت اركض قدام رفقاتي كلهم.